في قضية اليوم، صعوبات تواجه الطلاب في بداية امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بالتزامن مع امتحانات الصفوف الانتقالية. وفي تحقيقنا الآتي نلقي الضوء عليها ونعرض وجهة نظر الوزارة فيها. لأن العلم السبيل الوحيد للارتقاء بالإنسان والمجتمع، السوريون مصممون على السير في دروبه حتى لو حالت الظروف الصعبة من دون ذلك. فها هي امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والصفوف الانتقالية من السابع إلى الحادي عشر، تبدأ من التاسع عشر وحتى الثلاثين من هذا الشهر. ولكن هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها طلاب الشهادتين لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على حد سواء. بالنسبة للبرنامج الامتحان انه كتير صعب، انه يعني ايام ورا بعضها، كل يوم مادة، فلازم يكون يعني في فترة راحة بين كل مادة ومادة. منهاج كتير مكثف وصعب كتير، والمواد تبع الامتحان الاخير ورا انه ما في مجال بين المادة والمادة، فكتير ضاغطين علينا. هذا انه منهاج نحن كأول سنة لنا بيعتمد انه بيعتمد على الاستنتاج، ان احنا تعودنا على سوابق انه كثير انه حفظ ويلا دغري. يعني اجت الاوضاع مو معنا بنوب، يعني طلعنا من بيوتنا مثلا وصار المراكز بعيده، ويعني روحنا كثير جزء كبير كثير من المنهاج وما لحقنا. طلاب الشريعه مادتين بيوم واحد واقل من يوم كمان نص نهار، شو بدي يلحق هذا الطالب مثلا؟ ما عم نلحق ندرس، وعم نواجه صعوبه بالدراسه، يعني هي عم ناخذ وقت طويل لحتى نستوعب شو هو المنهاج، ما صار تمرينات وضغط، خصوصا المواد العلميه مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء. هذا ما يعاني منه طلاب الشهادتين الاساسيه والثانويه، ولكن للوزاره وجهه نظرها على هذه الصعوبات. اقول لابنائنا الطلبه بان الاعداد والتحضير للامتحانات ياتي من خلال عمليه تتابعيه وتراكميه على مدى العام الدراسي، وليس ضمن فترة التحضير وهي اليوم أو يومين ما قبل الامتحان. في هذا العام لدينا مناهج جديدة ومناهج قديمة، وقد روعيت هذه المسألة أثناء إعداد النماذج الامتحانية التي أعدت لهذه الغاية أو لهذا الغرض. ظروف استثنائية تضغط على الطلاب من جهة وعلى وزارة التربية من جهة أخرى، لكن لابد لبراعم العلم أن تتفتح مهما حاول أنصار الجهل والإجرام منع ذلك. وطلاب المدارس في سوريا من السابع حتى الحادي عشر يستعدون لتقديم امتحاناتهم النهائية لهذا العام، ولأول مرة تكون امتحانات الصفوف الانتقالية مع امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة نفسها. ووزارة التربية تنهي جميع التدابير والإجراءات اللازمة لبدء العملية الامتحانية في المراكز بالمحافظات. بثقة وبمعنويات عالية وبعد إعداد عام دراسي كامل، يستعد طلاب التعليم الأساسي والثانوي في سوريا لتقديم امتحاناتهم النهائية لهذا العام، ولأول مرة تكون امتحانات الصفوف الانتقالية مع امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة نفسها. يقدر عدد المتقدمين لامتحان شهادة التعليم الأساسي ب 345 ألف طالب وطالبة، و 2225 طالبا وطالبة لشهادة الإعدادية الشرعية، و 368 ألف طالب وطالبة للشهادة الثانوية. في إدلب وجسر الشغور خصصت مديرية التربية 358 مركزا وزع عليها قرابة 50 ألف طالب وطالبة، وفي حمص تم تجهيز 604 مراكز امتحانية في المحافظة لنحو أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، كما تم تجهيز مراكز احتياطية كبديل في حال حدوث أي طارئ. كان لدينا اجتماع مع السيد مدير التربية ومعاونيه، وأخذنا التعليمات التي يجب مراعاتها خلال الامتحان للتجهيز لهذا الامتحان. تم تجهيز القاعات بشكل كامل من يوم الخميس، واليوم السبت نتأكد طبعا من جاهزية المركز بشكل كامل بشكل يكون الطالب بكرة جاهز للامتحان. لدينا بعض المناطق التي ليس فيها امتحان بسبب سخونتها، لكن لجأنا إلى نقل أبنائنا الطلبة الأعزاء في تلك المناطق إلى أحياء قريبة، وإذا كان في الريف نقلوا إلى قرى أقرب وهي مستقرة،
وبالتالي أمنت لهم مقاعد امتحانية لكي يجروا امتحاناتهم بيسر وبسهولة وبشكل موضوعي وعلمي ومعرفي ودون ما أي إزعاج لأبنائنا الطلبة الأعزاء ولأهلهم. وفي السويداء تم تجهيز 69 مركزا امتحانيا للشهادة الثانوية، إضافة إلى تجهيز 78 مركزا لشهادة التعليم الأساسي لنحو 15386 طالبا وطالبة. وفي طرطوس يصل عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إلى 17000 من أبناء المحافظة والطلبة المهجرين من المحافظات الأخرى. وزارة التربية ومديرياتها أنهت جميع التدابير والإجراءات اللازمة لبدء العملية الامتحانية في المراكز التي تم تحديدها بالتنسيق مع المحافظين وفق التعليمات الوزارية لكل محافظة، وذلك في المناطق والمراكز التي تتعهد الجهات الإدارية بفرز عدد كاف من عناصر الأمن لضمان حماية المراكز الامتحانية. أما الطلاب فتبدو إرادتهم أكثر قوة على متابعة مسيرة التعليم وتحدي الإرهاب وقهره، فهم عماد العلم ومستقبل الوطن. كان يعني في يعني دمار بالمدرسة، ويعني وفي كم طلاب انجرحوا كمان. والله كنا عايشين بسلام، بس قبل ما يجوا خربت كل البلد.